هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، ورجعت لكم بعد غياب طويل طويل، واخيرا الفيديو المنتظر اللي كله عمال يطلبوه مني. لو انت جديده في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس الاشارات عشان يوصلك كل فيديو جديد. ودلوقتي انا كنت بشرح لكم ان انا غسلت بشرتي، الروتين بتاعي الصباحي والمسائي، بغسل بشرتي الاول بصابونه الجليسرين اسمها بيرس، وبعد كده بغسلها سبونج، دي جواها سبونج وفي حاجات كده طالعة منها بارزة بتنضف البشرة كويس جدا، بقعد اغسل بيها بشرتي كويس. بعد ما غسلت بشرتي بالغسول انا بقفل المسامير بالتونر ده، انا بستخدم التي تري تونر بتاع ذا بادي شوب، احسن تونر انا استخدمته لحد دلوقتي. كنت بستخدم ايفا ماء الورد بس كان ضعيف جدا بالنسبة لده، ويعتبر كان عادي جدا بالنسبه لبشرتي، لان التي تري تونر بتاع ذا بادي شوب ينفع اكتر للبشره الدهنيه، فانا بشرتي جافه جدا ومليانه قشور، يعني كل ده قشور وده كله، واوقات بيبقى كمان في عند الحواجب قشور، فهو لما بيستخدم على البشره كلها بيتعبها. فانا بعمل ايه؟ انا بجيب الكوتون بادز بتاعتي، اي قطن عندك جيبي منديل حتى عادي، بس انا بستخدم القطن علشان القطن بيفضل محتفظ بالماده السائله اللي بتتحط عليه، اما المنديل بينشف بسرعه، وبحطه بس على البورز المسامات اللي بتبقى هنا، ولو في مسامات هنا او مثلا في حبوب، يعني زي الحبايه دي والحبايه دي، انا عندي دي بقى لها شهر معرفش ليه مش عايزه تروح، بس هي تصبغات من الحبايه ان يعني مش لسه موجوده مفيهاش اي حاجه اصلا، وعندي دي برضو، فممكن ابقى احط عليها حاجه بسيطه. هوريكم بقى طريقة الاستخدام بتاعته. اولا هو بيكون فيه حاجات بيضة كده من تحت، لازم يترج كويس جدا جدا علشان الحاجات البيضة دي تبقى في كله وتديني الفايدة، فاهميني؟ فانا هرجه وارجع لكم اوريكم بيبقى شكله في الاخر عامل ازاي. بس هو بيبقى كده في الاخر، كل اللون الابيض بقى في كله، ما بقاش فيه ترسبات من تحت خالص. بحطه بقى على الكوتون باد، بعدين بسيبها بقى هنا كده وافضل ضغطه كده على مكان المسام لمدة مثلا 20 ثانية 30 ثانية، لو حبيت اقعد دقيقة برضه هقعد. بعد كده بقى بيقفل المسام بطريقة يعني ملحوظة، انا قبلها بتبقى المسام مفتحة عشان بقى حاطة مرطب بالليل، نايمة بيه طول الليل فبيفتح المسام لاني بحطه مرطب تقيل. فعقبال بقى انا بسيبها كده ثواني، المنطقة بتسخن بتحسه بشك كده او لسعة، فهو كده يعني هو حلو وكل حاجة، بس لو انتوا استخدمتوه وحسيتوا انه بقى بيطلع حساسية او بتاعكم يبقى هو مش مناسب لبشرتكم خالص، ولو بشرتكم جافة تقدروا تستخدموه بس بالطريقة دي، اما على كامل البشرة لو حطيته هيجففها اكتر لان هو بيسحب الدهون اللي في البشرة. هنا بقى 20 ثانية وهنا 20 ثانية. بصوا بقى، عايزة اوريكم الكتكوتة كراميلا اللي هي رمتني في شفايفي، صح؟ رمتني في شفايفي هي كراميلا، عندها باين 47 يوم كده وعيون زرقاء. لوسي ما جابتش غيرها الحمد لله، يعني لوسي دي الكلبه الاولانيه، نوعهم جريفون الماني، بس ملبساها لبس اي كتكوت، ملبساها لبس وشقيه خالص. فلو عايزين فيديوهات مفصله عنهم نتكلم، يعني اقول لكم الانواع اللي عندي وكده واي حاجه، واصور لكم مثلا ازاي بحميهم وبستخدم لهم ايه برضو، قولولي وانا هصور لكم الفيديوهات دي. بعد كده بستخدم السيرم بتاع اليزابيكا هالورينيك اسيد، هو سيرم كوري، وعايزه اقول لكم ان هو بيتباع منه كتير بنفس السعر بتاع الاصلي، بيتباع منه كوبي كتير بنفس السعر، في اختلافات هبقى اصورها لكم عشان تعرفوها برضو. وهو حاجه نظيفه جدا. هو بيعمل ايه؟ هو بيملى الخطوط اللي في البشره وبيدي نضاره للبشره، يعني انا لو ما كنتش تعبانه الفتره اللي فاتت كنت هتحسوا باختلاف في بشرتي، هو كان في اختلاف في كل حاجه بس التعب ده رجع تاني. بطلعه كده و بحط منه نقط بسيطه، ويعني بمعنى صح انا مش بحط نقط، انا بتاعه دي بعمل منها كده، وعندي هنا سمايل لاينز بحط هنا هنا، ولازم اوزعه بالطبطبة على البشرة مش بالمسح. معلومة مهمة جدا، المفروض ما بين كل حاجة وحاجة بنحطها على البشرة نستنى من 2 لـ5 دقايق، يعني يا ريت 5 دقايق، خصوصا لما تكون سيرم او مرطب او اي حاجة مش بتنشف زي التونر، يعني اي حاجة تكون زي كريمي
دي لازم نسيبها تشرب شويه البشره منها عشان تستفاد، لان لو حطينا كله ورا بعضه يبقى البشره ما استفادتش من اي حاجه. وكمان في معلومه عايزه اقول لكم عليها، لو كترتوا من السيروم ده بحسوا انه مع المرطب الكتير، الكتير مش القليل، لو قليل عادي، لو حطينا مرطب كتير وتقيل بيفرول مع الميك اب، بيعمل فروله كده كأنه جلد بيقع. وطبعا مميزات السيروم ده ان هو عندي هنا في قشور كتيره جدا، هي مش واضحه دلوقتي، بس لو جيت بالجنب كده، جيت لكم من شويه بالجنب كنت تلاقوها بارزه كده واضحه، ما هو بينيمها كلها وبيلزقها في البشره. انا بحب ارطب بشرتي بالمرطب ده من نيفيا، ده بيكون تقيل جدا على البشره، بس انا النهارده مش عايزه احطه خالص عشان عايزه الدنيا كلها تبقى خفيفه. انا هحط الصن بلوك ده بتاع اوريفلام، الصن بلوك ده فيه اس بي اف 50، فانا هحط منه قليل علشان انا النهارده ناوية احط ميك اب، فمش عايزاه يعمل معايا فلاش باك. ده من الروتين الاساسي بتاعي، مش لازم عشان اخرج احط صن بلوك خالص. ليه بقى بحطه في البيت؟ علشان يديني اللمعه اللي انتوا هتشوفوها دي، الجلو الفظيع. عايزاكم تشوفوا بيعمل ايه. الجلو ده بقى بيفضل طول اليوم، لو ما حطيتيش تاني يوم بيبقى موجود في البشره، في لمعه كده صحيه مش ملزقه، لمعه صحيه جدا. وانا بحب اعمل الروتين ده الصبح وبالليل، بس بالليل انا ما بحطش خالص الصن بلوك، انا بالليل بحط المرطب بتاعي عادي جدا، وعشان شفايفي تفضل ناعمه كده مترطبه دايما. يعني هي هنا بس قطعاها كراميلا، بس هي دايما بتبقى مترطبه وما فيهاش اي كسور جدا. بستخدم الفازلين ده من ايفازلين، يعني هو اسمها ايفازلين البراند. انا 24 ساعه بحطه على شفايفي، باخد كميه كده خفيفه خالص، يعني مش باينه لكم. وبس كده. بس في حاجه بقى في الفازلين، الفازلين بيعمل ايه؟ بيطلع قشور الشفايف، فانت لازم بعد شويه بس تشيل القشور دي كلها منديل وبعد كده تحطي تاني، بتبقى زي المرايه مش فيها اي حاجه. وبس كده، ده كان السكين كير بتاعي اللي انا بعمله يوميا الصبح وبالليل. عشان الفيديو ده طلب مني كتير جدا، يا ريت تكونوا استفدتوا منه باي حاجه. ولو التونر ده غالي ومش مناسب لناس كتير، في تونر اسمه ايفا ماء الورد، انا هحط لكم صورته هنا او هنا. عايزاكم تجيبوه عادي جدا، هو من الصيدليه ب 25 جنيه وبيعمل نتيجه حلوه جدا، بس ما تجيبوش حوالين منطقه الشفايف عشان لو كلتي او غسلتي وشك وجع على شفايفك والكلام ده بيمرر قوي، يعني بيضايق، بيسيب مراره كده على الشفايف، فما تجيبوش حوالين الشفايف حتى، يعني خليه على المسام وباقي البشره، اما الشفايف بلاش. كمان لو بشرتك دهنيه، لازم كل مرطب بيكون لبشره معينه، جيبي مرطب مناسب لبشرتك وانت تستفادي بيه. اما مرطب نيفيا الازرق ده تقيل جدا، مش اي بشره بتقبله، البشره الجافه جدا اللي فيها قشور هي بس اللي بتقدر تتحمله وتقبله. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير مع اصحابك، ولو مش مشتركه في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه تحت وتفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد. ما تنسيش برده تابعيني على الانستجرام، بنزل هناك ماسكس كتير وحاجات كتير للبشره وخلطات جميله جدا هتستفادي بيها لو انتي تابعاني هناك. هسيبلك الصورة هنا بتاعت الانستجرام، اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس.